طابت ليلتكم وأهلا بكم إلى حصاد السعيدة لهذه الليلة. اغتيال مواطن برصاص مجهولين وإصابة 4 جنود في هجوم مسلح استهدف طقما عسكريا وسط المكلا بحضرموت. لدى ترأس اجتماع لهيئة مستشاريه رئيس الجمهورية يجدد تحذيراته من أعمال عدائية قد تستهدف اليمن بعد حملة إعلامية على خلفية هجوم باريس. أجهزة الأمن بمحافظة تعز تعلن ضبط 3 من عناصر القاعدة بعد مداهمة وكر بشارع 45 بالمدينة. التفاصيل بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. اغتال مسلحون مجهولون مواطنا بمدينة المكلا في محافظة حضرموت بتهمة الشعوذة. وفي تطور آخر أصيب 4 من جنود الأمن في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف الطقم عسكري وسط مدينة المكلا. ونقلت مصادر إعلامية عن غرفة عمليات أمن حضرموت أن 4 جنود أصيبوا في حادثة إطلاق مسلحين النار على أفراد يتبعون المرور والأدلة الجنائية في منطقة الخزان، مشيرا إلى أن الأفراد تعرضوا لإطلاق النار أثناء عودتهم من موقع مقتل مواطن يدعى باقاسم على يد مسلح يستقل دراجة نارية. وتأتي هذه الحادثة بعد 1 من نجاة ضابط في إدارة البحث الجنائي من محاولة اغتيال برصاص مجهولين وسط مدينة المكلا. أصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين العميد الركن ناجي علي الزايدي ملحقا عسكريا بسفارة اليمن في السعودية، ويخلف الزايدي وهو محافظ مارب السابق العقيد الركن هاشم الأحمر الذي صدر قرار بتعيينه في إبريل من العام 2013. حذر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من أي أعمال عدائية قد تستهدف اليمن على أساس أنه مصدر للإرهاب، خصوصا بعد الحملة الإعلامية التي وصفها بالظالمة والمسيسة ضد اليمن بعد هجوم باريس المدان. وقال رئيس الجمهورية لدى ترأس اجتماعا لهيئة مستشاريه اليوم بصنعاء أنه في الوقت الذي يدعو اليمن المجتمع الدولي إلى مساعدته للخروج من أزماته وإنجاح المرحلة الانتقالية بصورة نهائية التي تشارف على الانتهاء أصلا، يفاجأ بهذه الحملة العدائية المسيسة التي قد يكون لها آثار سلبية فادحة. وفيما أكد هادي أن اليمن ليس أفغانستان وليس فيتنام، وشرح معاناة اليمن من تصدير الإرهاب إليه وما نتج عنه من خسائر تقدر بمليارات الدولارات من حيث انحسار السياحة بصورة شبه كاملة وتضرر المصالح الاقتصادية من استثمارات في حقول النفط والغاز ونشاطات اقتصادية مختلفة. رئيس الجمهورية وخلال هذا اللقاء شدد على ضرورة الالتزام المطلق والصادق فيما جاء باتفاقية السلم والشراكة وبما يهيئ الظروف والمناخات لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة نهائية، خصوصا وأن مسودة الدستور الآن في طريقها إلى الهيئة الوطنية العليا لمراقبة مخرجات الحوار. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي ضرورة التعاون الفعال والوثيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية وعامة المواطنين بمحافظة مارب وبما يحفظ الأمن والاستقرار والمقدرات الاقتصادية والتنموية في هذه المحافظة باعتبار ذلك ملكا للشعب والدولة التي أصبح دورها ووجودها اليوم ضرورة ملحة ومطلبا شعبيا. جاء ذلك خلال لقاء لجنة معالجة قضايا مارب والجوف اليوم بأعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة مارب. وفيما دعا وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان رجال الأمن إلى التحلي بشجاعة والإقدام في التصدي للجرائم والاختلالات الأمنية بكافة أشكالها ومسمياتها وفي مقدمتها التخريب والإرهاب بكافة أساليبه وصوره،
أوضح وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أن المرحلة القريبة القادمة سوف تشهد جملة من التنقلات والتدوير الوظيفي لعدد من مناصب الوحدات الإدارية بالاستناد إلى معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهلات والانضباط الوظيفي والمهني والاقتراب من هموم ومشاكل وتطلعات الناس وتلبية متطلباتهم المادية والحياتية. هذا وكان محافظ مارب سلطان العرادة قد أكد تعاون مسؤولي وأبناء المحافظة مع اللجنة وإنجاح عملها وبما يصون أمن واستقرار المحافظة ومقدرات الوطن الاقتصادية والتنموية. على الرغم من استمرار عمل لجنة معالجة قضايا مارب والجوف فإن توافد القبائل على مطارح نخلة والسحيل لا يزال مستمر، حيث وصلت إلى مطارح القبائل يوم أمس وفود قبلية من مديرية ماهلية محافظة مارب وعلى رأسهم عدد من مشايخ ووجهاء المديرية، وكان في استقبالهم عدد من أبناء القبائل المتواجدين في نخلة. وأكد مشايخ الوفد أن قبيلتهم بمشايخها ووجهائها وأفرادها ضد أي تطرف أو غلو من أي طرف كان، معتبرا ما يرمى به من تهم على أبناء مارب بهدف تشويه قبائل المحافظة وموقفهم الوطني في الدفاع عن محافظاتهم وثروات بلدهم. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز من ضبط خلية تابعة لعناصر تنظيم القاعدة، ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن شرطة محافظة تعز القول بأن حملة أمنية مكونة من 4 أطقم من الأمن العام قامت بمداهمة مكان تواجد أفراد الخلية في شارع 45 بمدينة تعز في عملية نوعية أسفرت عن ضبط 3 أشخاص من عناصرها. وضبطت الأجهزة الأمنية وفق الإعلام الأمني عددا من التليفونات ولوحتين معدنيتين تحملان رقم جيش ورقم خصوصي، إلى جانب كاميرا تصوير وأسلاك كهربائية وسواعق قنابل روسية وقذيفة RPG وقالون مواد مشتعلة، بالإضافة إلى قطعتي سلاح نوع آلي ومسدس وناظور ليزر. وذكر أن قيادة وزارة الداخلية وجهت كلمة شكر وتقدير لشرطة محافظة تعز الذين قاموا بتنفيذ هذه المهمة النوعية والناجحة. قتل 3 مسلحين تابعين لأنصار الله وجرح آخرون اليوم في محافظة البيضاء. مصدر محلي قال إن 3 من عناصر الله قتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة لهم في منطقة المناسح التابعة لرداع بمحافظة البيضاء. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية. هذا وكانت اللجان الشعبية أعلنت اليوم العثور على 3 عبوات ناسفة تم تفكيكها وإبطال مفعولهن في 3 مناطق متفرقة في المناسح ونقطة دار النجد ووادي ثاه، فيما انفجرت أيضا 3 عبوات ناسفة في منطقة حمة صرار وأخرى في وادي ثاه والمناسح، لم تخلف أي أضرار بشرية أو مادية. أكد رئيس الوزراء خالد بحاح خلال لقائه اليوم بسفير المملكة العربية السعودية بصنعاء محمد سعيد الجابر أكد خصوصية العلاقات الأخوية اليمنية السعودية مثمنا عاليا الأدوار والمواقف الأخوية والدعم السخي للأشقاء في المملكة تجاه اليمن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان ولا زال خير سند ومعين للشعب اليمني خاصة في محنته الراهنة. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة والتحديات المتعددة الماثلة أمام الشعب اليمني وما تبذله الحكومة من جهود بالتعاون والتنسيق مع كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار. من جانبه أكد السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية بين بلاده واليمن وجدد التأكيد على مواقف الأشقاء في المملكة الداعمة دوما لأمن واستقرار اليمن، بما في ذلك مساندة كافة الجهود المبذولة للخروج من الأوضاع الراهنة والتغلب على التحديات الماثلة.
جدد رئيس الوزراء خالد بحاح التأكيد على أن حكومة الكفاءات لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وأنها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد. جاء ذلك في كلمة التي ألقاها اليوم في حفل تدشين مشروع تعزيز المساءلة في اليمن الذي ستنفذه على مدى 3 سنوات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظومة النزاهة الوطنية بتمويل من البنك الدولي. التفاصيل في التقرير. كانت وما تزال اليمن في قائمة العشر الدول الأكثر فسادا في العالم، وهذا ما أكده ممثل البنك الدولي في كلمة ألقاها في حفل تدشين مشروع تعزيز المساءلة في اليمن والممول من قبل البنك الدولي وتنفذه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. منذ عام 2010 مجموعة البنك الدولي نشطت في تعزيز الحكم الرشيد وإصلاح القطاع العام في أكثر من 114 دولة. لدينا 86 مشروع فعال والتزامات إقراض بمبلغ 96 مليار دولار. بالتالي فإن ترتيب الإدراك بإدراك اليمن في مؤشر إدراك الفساد هي 176 من بين 177 دولة في عام 2013، ويعني وهو يعني الرقم 11 من أسوأ السجلات. يهدف المشروع إلى تعزيز مبدأ المساءلة في المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز القدرات للمؤسسة الرقابية كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب المفوض العام للمعلومات والتحالف اليمني لمكافحة الفساد. نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة لترجمة جهود مكافحة الفساد والالتفات أو داعم أو إسناد التقدم نحو تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الذي يأتي في صدارته تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ومن ضمنها المساءلة والشفافية والمحاسبة. يأتي هذا المشروع لدعم تعزيز هذه المبادئ. رئيس مجلس الوزراء كان حاضرا وحازما في كلمة توعد فيها كل من ثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، محذرا من مغبة مكافحة الفساد خارج الأطر القانونية والمؤسسية. تؤكد حكومة الكفاءات مجددا أنها لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة الفساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، أن أي مكافحة للفساد بعيدا عن الأطر المؤسسية المعنية لن تجدي نفعا بقدر ما ستكرس الفوضى وتشرع لممارسة الفساد واستغلال المفسدين لهذه الثغرة للتسلل منها وممارسة عبثهم ونهبهم لمقدرات الوطن وأبنائه. تصل قيمة المشروع إلى 6 مليون دولار ويستهدف 6 قطاعات هي الصحة والتعليم والعدل والكهرباء والخدمة المدنية والمياه والشؤون الاجتماعية. أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي استمرار دعم الجامعة لليمن خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها العملية السياسية ودعم الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي وحكومة الكفاءات الوطنية. ولفت العربي خلال لقائه اليوم بالقاهرة وزير الخارجية عبد الله الصايدي على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لفت إلى ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية التي تشكل جميعها الأساس الحقيقي ليمن مزدهر ومستقر. وفي اللقاء الذي بحث جهود تفعيل العمل العربي المشترك أطلع الوزير الصايدي العربي على تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها اليمن واستكمال المرحلة الانتقالية للوصول إلى بر الأمان واستكمال الإجراءات الخاصة بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل 5 يمنيين من معتقل غوانتنامو إلى دولتي عمان وأستونيا. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإنه تم إرسال 4 من المعتقلين اليمنيين أمس الأربعاء إلى عمان والخامس إلى أستونيا في أول تسليم لسجناء هذا العام، رغم مطالبة الجمهوريين بوقف نقل المعتقلين إلى بلدان أخرى.
وكان الخمسة المعتقلون اليمنيون يحتجزوا لنحو 12 عام في السجن العسكري الأمريكي في كوبا، وتقرر الإفراج عنهم منذ نحو 5 أعوام من قبل قوة مهام متعددة الوكالات ضمت مسؤولين من المخابرات ودبلوماسيين وعسكريين. حصاد سعيد لهذه الليلة مستمر وفيه بعد الفاصل. أبناء الجالية اليمنية في ميشيغان يتفاعلون مع قضايا الوطن بجمع تبرعات للمحتاجين داخل اليمن. أهلا بكم. يقوم عدد من أبناء الجالية اليمنية بتنظيم عدد من الفعاليات بغرض جمع مساعدات وتوصيلها إلى المحتاجين من أبناء الوطن في الداخل. من هذه الفعاليات حفل عشاء خيري أقامته الجالية اليمنية في ولاية ميشيغان من أجل جمع تبرعات للفقراء واليتامى في اليمن. التفاصيل مع مراسلنا من ولاية ميشيغان الأمريكية علي الزوقري. لم يقتصر دور الجالية اليمنية في أمريكا على مشاركة الوطن قضاياه السياسية والاجتماعية وتتبع الأخبار من حين إلى آخر، بل كان لها دورا فاعلا في العديد من المجالات، من أبرزها الدعم المادي والاقتصادي للوطن. فمثل هذه الجمعيات وغيرها تقدم المساعدات لأبناء اليمن، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن نسبة الفقر يزداد بشكل كبير وربما يصبح كارثة في الأيام القادمة. ما تعيشه اليمن بلادنا من أوضاع صعبة، يعيش الناس حالة من الفقر وانعدام الحياة الكريمة، وتقوم الجالية بأعمال طيبة في مساعدة أهلنا في اليمن. فنجد تعاون واسع في نطاق الجالية العربية والمسلمة للمشاريع الإنسانية في اليمن، مثل مشاريع كفالة الأيتام ومشاريع تدريب الأيتام ومشاريع حفر الآبار ومشاريع السلات الغذائية. ففي الظرف الذي مثلا عزلت فيه يعني دول الجوار الدعم عن أبناء اليمن، يثبت اليمنيين المقيمين في المهجر أنهم قادرين على دعم أخوانهم وأبنائهم وأهلهم المحتاجين في اليمن بالذات في هذه الظروف. فحب الوطن لم يتجسد فقط على العشق والحنين، وإنما لرسم البسمة على وجوه الفقراء والمساكين. علي الزوقري، الولايات المتحدة الأمريكية، لحصاد السعيدة. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم مع السفير التركي بصنعاء فضل شورمان، وبحث معه جملة من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين اليمن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا المتصلة باتجاهات الدعم التركي لليمن خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من اليمن وتركيا. واستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي لليمن في 21 يناير من الشهر الجاري، والتي سيتخللها التوقيع على بروتوكول المنحة التركية المقدمة لليمن والتي تبلغ 100 مليون دولار. من جهته جدد السفير التركي بصنعاء حرص بلاده على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن، منوها بالتنامي المضطرد في علاقات التعاون القائمة بين اليمن وتركيا. نفت وزارة المالية أن تكون المبالغ التي تم نقلها عبر مطار صنعاء والمقدرة ب 15 مليار و 900 مليون ريال من المبالغ المهربة. وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة المالية جميل الدعيس في تصريح له اليوم أن هذه الأموال تدخل ضمن المبالغ التي ينقلها البنك المركزي اليمني لعدد من فروعه بالمحافظات، مشيرا إلى أن نقل الأموال يتم بشكل دوري في إطار إجراءات البنك المركزي لتوفير السيولة النقدية اللازمة في كل محافظات الجمهورية لمواجهة النفقات الحكومية وكذا احتياجات السيولة لكافة البنوك التجارية.
أحيا مجلس شباب ثورة السلمية وحركة 15 من يناير الذكرى الرابعة لانطلاق شرارة ثورة الطلابية الشعبية السلمية في 15 من يناير من عام 2011، حيث نظم وقفة في ساحة التغيير بمشاركة شباب الثورة من طلاب وناشطين ومثقفين. التفاصيل في التقرير. في الذكرى الرابعة لانطلاق أولى شرارات ثورة التغيير، واصل اليوم الجريح عبد الله طريقه إلى فعالية ثورية شحيحة من التحشيد الذي كان في يوم 15 من يناير عام 2011. احنا عندنا خيبة أمل من بعض الشباب الذين لم ينتبهون للإنسانية أو شعور اتجاه الثورة هذه العظيمة الذي زعزعت عروش الطغاة والفاسدين وبعتهم على الكراسي، وثورتنا مستمرة حتى هذا اليوم. في 15 من يناير عام 2011 شهد اليمن أولى تململات الحضور الثوري في أوساط الشباب. إنها ذكرى أقام لها طلاب وشباب وقفة إحيائية وتوعدوا باستكمال ما وصفوها بأهداف ثورتهم. بداية شرارة الثورة التي كانت بها نفس هذا اليوم، اليوم استكمال أهداف الثورة التي بدأت، وإن شاء الله تحقيق الدولة المدنية الحديثة وإخراج الميليشيات المسلحة من جميع محافظات الجمهورية واستعادة هيبة الدولة. في الوقفة قرئ بيان المناسبة، الذكرى الرابعة لانطلاق شرارات الثورة الطلابية الشبابية. رفضنا المطلق وبلا أي تحفظ لما آلت إليه أوضاع اليمن، لما آلت إليه أوضاع وطننا اليمني سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وعلى كافة الصعد. في ذكريات ثورة التغيير أحلام شعبية وشبابية كانت وتستحق التذكير بها. قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات أن بعض الإشكالات الفنية أدت إلى انقطاع الإنترنت في عدد من الأحياء السكنية في أمانة العاصمة نظرا للتوسعات الجديدة التي تجريها المؤسسة. وأوضح المصدر أن التوسعات يصاحبها إدخال وصلات دولية جديدة عبر الكابل البحري بين عدن وجيبوتي، بالإضافة إلى 180 ألف نقطة ADCL في عموم مناطق الجمهورية. وعبر المصدر عن أسفه لمشتركي خدمة الإنترنت، مؤكدا سعي المؤسسة لتحسين الخدمة لتلبية احتياجات مستخدمي الإنترنت عبر إضافة تجهيزات فنية وسنترالات تغطي الطلب المتزايد لمستخدمي الإنترنت وتزيد من سعات وسرعات النت في اليمن. أكد وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين عن أهمية ربط مركز المعلومات بمراكز الإنزال السمكي والموانئ السمكية وعملية استخراج الرخص والبطائق الآلية الذي يمثل نقطة جديدة للوزارة بشكل خاص والحكومة بشكل عام لتحسين مستوى المعلومة والتواصل وتبادل المعلومات بين المركز والمحافظات. جاء ذلك لدى تدشينه اليوم الربط الشبكي للموانئ ومراكز الإنزال السمكي والإصدار الآلي للرخص والتراخيص التابع لمركز المعلومات بوزارة الثروة السمكية. هذا وسيمكن المشروع الوزارات والهيئات من الحصول على قاعدة بيانات حقيقية يمكن من خلالها رسم السياسات العامة للوزارة والهيئات ومعرفة المخزون الطبيعي للثروة السمكية وفرز الصيادين الحقيقيين من الصيادين الذين يدعون مهنة الصيد. أكد مشاركون في اللقاء التشاوري الأول لمناقشة محددات مصفوفة قرار إعلان محافظة إب عاصمة للسياحة اليمنية، أكدوا أهمية هذا القرار في جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار في المشروعات السياحية المتنوعة بالمحافظة وتوسيع قاعدة الخدمات السياحية وبما يتفق وأصول صناعة السياحة ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أكد المجتمعون في اللقاء الذي عقد بوزارة السياحة أهمية القرار في الإسهام بتوفير فرص عمل للمواطنين سيما فئة الشباب وتمكين الشباب والمرأة من العمل والإسهام بفاعلية في عملية صناعة السياحة وتنميتها، فضلا عن أهميته في الحفاظ على المعالم والمواقع السياحية البيئية والدينية والطبيعية والثقافية وضمان تنميتها المستدامة وصيانتها والحفاظ على الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل.
أكدت وزير الثقافة أروى عبد عثمان إلى أهمية أن يعمل الجميع في مواجهة الإرهاب باعتباره العدو الحقيقي الذي ينبغي أن تنطلق في مواجهته كل الطاقات. جاء ذلك خلال تدشين الوزير اليوم الفعاليات الثقافية والفنية للعام 2015، وذلك من خلال افتتاح معرض تشكيلي لمجموعة من الفنانين من مختلف الأجيال ولوحة استعراضية راقصة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. دشنت حركة رفض اليوم بمحافظة الحديدة فعالياتها وأنشطتها السلمية الرافضة لتغييب الدولة وتواجد المسلحين داخل المدن. وفي بيان لها حملت حركة رفض الأحزاب السياسية مسؤولية ما يحدث في البلد، كما طالبت الدولة بالقيام بمسؤولياتها القانونية والدستورية لمعالجة الاختلالات الأمنية التي تشهدها البلاد. وأكدت الحركة على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة باعتبارهما المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف بالبلد. نحن ضد ميليشيات مسلحة أيا كانت، تبع أي حزب أو أي جهة أو أي شيء. قيم الحركة الحرية، العدالة، المساواة، الإنسانية، القبول بالآخر، رفض تغييب الدولة، رفض العنف، الشراكة المجتمعية، رفض الظلم ومكافحة الفساد والاستبداد. هذه المحافظة التي قدمت الكثير من التضحيات نتيجة للظلم والتهميش المتعمد، حيث حولها الفاسدون والإقطاعيين الذين يقتطعون منها كل يوم مساحة شاسعة من أراضي الدولة والمواطنين الأبرياء ليحتلونها. نحن في تهامة سباقين في إنشاء أكثر من حركة معارضة. نرحب أيضا بهذه الحركة الجديدة والتي تعتبر رافد جديد. نفذ اليوم عدد من موظفي مؤسسة الكهرباء وناشطون وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بصنعاء للمطالبة باستكمال سير إجراءات العدالة بحق المتهمين في قضية رشيد السيد على الناشط الحقوقي والنقابي عدنان المدني. ودعا المحتجون النائب العام التوجيه للجهات المعنية بإلقاء القبض على بقية المتهمين في قضية المدني. تذكير أخير بأبرز عناوين حصاد الليلة: اغتيال مواطن برصاص مجهولين وإصابة 4 جنود في هجوم مسلح استهدف طقما عسكريا وسط المكلا بحضرموت. لدى ترأس اجتماع لهيئة مستشاريه رئيس الجمهورية يجدد تحذيراته من أعمال عدائية قد تستهدف اليمن بعد حملة إعلامية على خلفية هجوم باريس. أجهزة الأمن بمحافظة تعز تعلن ضبط 3 من عناصر القاعدة بعد مداهمة وكر بشارع 45 بالمدينة. طابت ليلتكم في أمان الله.